طيب الاهلي امبارح ابتدى استعداداته للمرحله المقبله، وهي مرحله غايه في الاهميه، تحديدا نهائي دوري ابطال افريقيا مع نادي الزمالك يوم 27، وقد يكون هناك مباراه في كاس مصر مع ابو قير الاسمده، ممكن تبقى قبلها بست سبع ايام. لسه ما فيش اي خطاب وصل من الاتحاد المصري لكره القدم بالنسبه للنادي الاهلي، لكن في كل الاحوال الاهلي بيجهز نفسه لاي امور قد تجد خلال الفتره اللي جايه، وبيبقى جاهز لكل المناسبات، واهم مناسبه بكل تاكيد نهائي دوري ابطال افريقيا. هذه البطوله الهامه ومنتظره من قبل جماهير كل النادي الاهلي، وباذن الله كل الثقه في الجهاز الفني واللاعبين. النهارده ثاني يوم للتدريبات بالنسبه للفريق بعد اجازه كانت يعني طويله نسبيا بعد مباراه طلائع الجيش، فاحنا عايزين نطمن بشكل اكبر على استعدادات النادي الاهلي. خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز محمد توفيق مرئيس القناة الأهلي والمتواجد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وفي استاد مختار التتش. يا توفيق أهلا بيك. أهلا بيك أمير، مساء الخير، برحب بيك وبكل ضيوفك بكل مشاهدينك الكرام في كل مكان. أهم ملامح المران النهاردة يا محمد. يعني أهم ملامح المران النهاردة اللي بدأ في تمام الرابعة عصرا، يمكن مشاركة 19 ناشئ في التدريب بجانب اللاعبين الكبار، لأن طبعا أنت عارف غياب الدوليين سواء المنتخب القومي المصري أو كمان المنتخبات اللاعبين المحترفين. كان بدأ المران بعد التمرينات البدنية في نص الملعب مع مدرب الأحمال كابيلو، بعد كده بدأت تمرينات الكورة بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات والتركيز على التمرير السريع واللعب من لمسة واحدة. بعد كده مستر المسلماني حرص على تقسيم اللاعبين لمجموعتين، مجموعة الصاعدين تولى تدريبها كابتن سامي ممصان، ضربهم كان على التسديد على المرمى وعمل بعض الجمل. المجموعة الأساسية أو مجموعة الكبار مدعمين ببعض اللاعبين الناشئين الصاعدين، عملوا تمرينهم مع مستر موسيماني بنفسه، حرص على قيادة البتاع على مرات التمرين بنفسه، يمكن حرص على عمل بعض جمل الخططية، حرص أكثر من مرة على إيقاف اللعب وتحفيز اللاعبين وتصحيح أخطائهم أول بأول. بعض الجمل خاصة يا أمير يمكن كان التدريب مركز على خروج اللعب من ورا، من يعني اللاعبين يخرجوا بالكورة بالتمرير السليم، وكمان المهاجمين كانوا بيقوموا بدورهم بالضغط على المدافعين أثناء خروجهم بالكورة. يمكن بعد كده التمرين اختتم، أو زي ما أنت سامع معايا دلوقتي حالا من أستاذ مختار التتش، التقسيمة شغالة بطول الملعب، كل اللاعبين الاساسيين مدعمين برضو ببعض الناشئين مشاركه فيها. مستر موسيماني كان واقف التقسيمه اكثر من مره، حريص على الوقوف زي ما بيقول في منتصف الملعب وتوجيه اللاعبين، ايقاف اللعب اول باول لتصحيح الاخطاء. يمكن ابرز كمان المشاهد اللي كانت معانا في التمرين النهارده ان محمد مجدي قفشه استغل فرصه انه اخذ النهارده اجازه من تدريب المنتخب استعدادا ان شاء الله لانطلاق المعسكر المغلق من الغد، وحرص على اداء بعض التمرينات الاستشفائيه داخل النادي هنا ورؤيه زملائه ويعني معذرتهم ان شاء الله استعدادا لبطوله افريقيا وللتحقيقات المقبله. كمان حسين شحات ظهر في المران، كان اكتفى بالجري الخفيف حوالين الملعب. طمنا على حاله حسين يا توفيق، برضه عايزين نعرف ممكن يشارك امتى في تدريبات، يعني اخر حاجه امبارح عرفناه ان هو خلال ايام قليله جدا هيشارك، هل تم تحديد ميعاد لمشاركه حسين شحات في التدريبات الجماعيه؟ لا لسه لحد دلوقتي مفيش يعني ميعاد قاطع لدخوله التمرينات الجماعيه، لكن هو موجود في التدريب، اكتفى بس للجري حوالين الملعب وبعض التمرينات التاهيليه مع كابتن طارق عبد العزيز اخصاء التاهيل. كمان سعد سمير يمكن ظهر خلال خلال المران بشكل كامل فيما عدا التقسيمه، اكتفى خلالها بس بالجري حوالين الملعب لكن بشكل تام، حتى تمرينات الكوره مشارك فيها مع زملائه بشكل طبيعي جدا، وان شاء الله ده يبقى مؤشر ان شاء الله ان احنا نشوفه في التمرينات بشكل كبير قريب. كمان رامي ربيعه شارك في المران بشكل كامل سواء التمرينات البدنيه او حتى تمرينات الكوره او حتى التقسيمه اللي اختتم بها المران، كان موجود فيها رامي ربيعه بشكل طبيعي جدا. كويس، دي امور غايه في الاهميه، بالتحديد حسين الشحات يا توفيق حالته مطمئنه عشان نطمن الجمهور الاهلي؟ لا موجود بشكل طبيعي جدا، هو بس عشان طبعا في حرص على ان ما بقاش فيه استعجال، واحده هيخش بشكل تدريجي يعني. وحتى مستر موسيماني حرص على انه عمل جلسه امبارح مع حسين الشحات للاطمئنان عليه ومع الدكتور خالد، لكن كل الامور مطمئنه، لكن مع يعني زي ما بقول معانا متسع من الوقت، مش عايزين استعجال عليه بحيث ان حسين من اللعيبه المهمه اللي مستر موسيماني بيبني عليها جانب كبير قوي من التكتيك اللي بيلعب بيه في المباريات الرسميه، فما فيش استعجال عليه، خاصه ان شاء الله يعني كمان مع رجوع اللاعبين الدوليين، يمكن زي ما بنقول التمرين النهارده زي ما بقول لك يا امير، يعني يمكن تسع لاعبين كبار و19 ناشئ موجودين، معظمهم من مواليد 99 و2001 بيشاركوا في التمرين، ده يمكن فرصه لمستر موسيماني يشوفهم، يشوف مين اللاعبين اللي ان شاء الله ممكن يكون في اعتماد عليهم خلال الموسم المقبل، ويكون فرصه كبيره جدا انه يشوف مجموعه كبيره منهم يقدروا يكملوا ان شاء الله مع الفريق الاول في السنوات المقبله باذن الله. باذن الله توفيق، انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد توفيق مرئيس القناه الاهلي كان معنا في مداخله هاتفيه، طمنا بشكل كبير جدا على استعدادات النادي الاهلي لما هو قادم من تحديات هامه. طيب خلينا نروح